والبتاع اليمين في فرنسا اللي في 2017 كان الناس كل تتذكر اللي ماكرون فاز على ماري لوبين ب 66.3%. المرة هذه خسر ماكرون تقريبا 8 نقاط ويت برسوم. عندها اليوم انتخابات فرنسا 2022 بينت انقسام المجتمع الفرنسي. واللي لاحظوا في الانتخابات هذه اغلب الناس اللي صوتوا سيرتو في البريمي تور الميلانشون هما المهاجرين الفرنسيين. اللي هنا سؤال ما يلزم علوم الاجتماع يفهموه، علاش في فرنسا يصوتوا الميلانشون وفي تونس يصوتوا لليمين؟ راهو شيء معناتها بالحق كيفاش يخموا معناتها المهاجرين مثل في تونس ولا في مصر ولا المهاجرين في العالم العربي اون جينيرال، في فرنسا يصوتوا اليسار وفي بلدانهم يصوتوا اليمين، معناتها شيء تجيل التوانسه بالحق كيفاش نجموا نفسروا عليه التوانسه. لا ولهنا زاد نضال الحاجه الاخرى اللي بتقلقين من الافريقيين، كان تذكروها كبتاع افريقيا كي تلقاهم يجيو لتونس الناس متقلقه وهما يتقلقوا من اليمين اللي متقلق من المهاجرين في فرنسا. ما انت حاجه غير عاديه جمال ما يراش حدبتهم. الحاجه الثانيه، البارح كان شفتوا مظاهرات خرجت ضد فوز ماكرون وميلانشون صرح قال صعود ماكرون شر لابد منه. فهمني لهنا فرنسا وين ماشي، ونستنجو اللي نهايه الاحزاب التقليديه ونهايه السياسه التقليديه. نهايه السياسه التقليديه مش في العالم الكل ماشي، نهايه السياسه التقليديه لانه معناتها بالوضعيه هذه فرنسا في زوز مقسومه، هذه حقيقه معناتها. وشوف من نتائج الانتخابات معناتها، هل ترى ماكرون باش يكمل النتيجه بتاعه رغم الطلع باش يكمل الموندا بتاعه في اريحيه ويقود فرنسا نحو توجه اخر اللي هو صعب شوي. انت المره فاتت ما ينجمش يجيب يعمل له جون لوك ميلانشون بلوكاج ويعاودوا مثلا نلقاو ميلانشون وماكرون فاس فاس. لا ينجم اذا كان اليسار فاز في الانتخابات التشريعيه معناتها تولي يعمل، ينجم يعمل بلوكاج في التشريعات بتاع فهمني، وينجموا نعاودوا كل شيء الريبيلوت لان انت تلعب 66% وشفت السطورات الصفراء في فرنسا معناتها فرنسا اموازات تتحرق معناتها. دونك تكون هل نجموا بالبوسيبيليتي هذيا نوليو نشوفوا جوليك ميلانشون يتحط بريمي مينيستر وزير الاول؟ اذا هذه نتائج الانتخابات التشريعيه وتقريب ماشيه في الاتجاه هذاك، ماشيه في الاتجاه هذاك لانه ماكرون ما عندوش حزب قوي وراه معناتها. الحزب الوحيد الشبه منظم هو ميلانشون واليسار لانه ديما هو اليسار نصرة المستضعفين في العالم، لانه هو اليسار من الشعب والى الشعب، وهذه في العالم حقيقه. وراها من فرنسا ام الديمقراطيه في العالم، واللي معناتها فرنسا وما ادراك ما فرنسا معناتها، شوف كيفاش رجعنا لها. لهنا ينجم خالد باش يبدا ينبر وقت اللي شلق بها قيس سعيد اللي هالديمقراطيه التمثيليه هذه بالحق يلزم تصور جديد في العمل السياسي في العالم مش في تونس برك. وقت القيس سعيد يقول رؤيه جديده للانسانيه جمعها مشكلة التوانسه، بالحق يلزم الناس تبقى على الطاوله تناقش وين ماشيين بالديمقراطيه التمثيليه، تمثل حقيقه المجتمع الكل سواء في اي دوله في العالم او ما انت المجرد بتاعك الاربع مسؤولين هما اللي قرروا كل شيء والمواطن علاقته بالسياسي كان نهار الصندوق يمشي يحط صوته وكاو.